مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في هذه المساحة الخاصة والتي نتحدث فيها إلى الأستاذ نور الدايم طه القيادي بحركة تحرير السودان قيادة أركو مني مناوي. أستاذ نور الدايم أهلا بك في راديو دبنجا وشكرا على تفضلك بالإجابة على أسئلتنا. مرحبا. طيب، التقيت أستاذ نور الدايم بالأمس أنت والأستاذ الدكتور محمد زكريا من حركة العدل والمساواة بالمبعوث الأمريكي الخاص للسودان المبعوث الجديد خلال زيارته للقاهرة. هل يمكن أن تحدثنا عن مضمون هذا اللقاء؟ ماذا قلتم للمبعوث كرسائل وماذا حملكم أيضا هو كرسائل؟ التقينا فعلا أمس بالمبعوث الأمريكي للسودان السفير توم بريلو وناقشنا الأوضاع السياسية والعسكرية والإنسانية في السودان. أوضحنا للمبعوث الأمريكي الأسباب الحقيقية اللي أدت لحرب في السودان، وأن هذا الحرب هو ليس أول حروب في السودان، هو امتداد لحروبات كثيرة حصلت في السودان بسبب الإقصاء، بسبب التهميش، بأسباب عدم اتفاق السودانيين حول مستقبل البلد. شرحنا للمبعوث الأمريكي حرب 15 أبريل أتت كنتاج طبيعي للاتفاق الإداري الذي تم تصميمه بواسطة قوة سياسية محددة، وتم إقصاء معظم السودانيين، وكان أيضا قطع كبير من بعض السفراء الذين تدخلوا في الشأن ودعموا مسألة احتكار العملية السياسية لقوة سياسية محددة أدخلت البلاد في الحرب. وأيضا أوضحنا له لماذا القوة العسكرية الخاصة بحركات الكفاح المسلح أنهت الحياد بعد الحرب. امتدت الآن لولايات دارفور المختلفة، وبالتالي كذلك الحرب أيضا امتدت لولايات الجزيرة ومدن المختلفة. فالحركات الكفاح المسلح رأت بأن مهامها الأساسي هو حماية المدنيين، وبالتالي المدنيين الآن يتعرضون إلى انتهاكات مختلفة في المدن المختلفة. أيضا تناولنا بالشرح المفصل العملية الإنسانية ومساعدة المنظمات للدخول في مناطق المختلفة، وأوضحنا لهم بأننا في القوى المشتركة وكذلك حكومة إقليم دارفور وغيرها على استعداد تام في أن تساعد في وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المختلفة. تناولنا بالشرح المفصل عملية الحوار الشامل، وبالضرورة بأن يكون هنالك حوار شامل لا يقصي أحد من السودانيين مقابل المطلب الرئيسي للشعب السوداني هو الاستقرار وليس إقصاء أحد من السودانيين، بأن يفضي الحوار إلى انتخابات حقيقية. الشعب السوداني يختار من يحكمه، وأن يفضي إلى حكومة مدنية ديمقراطية بالانتخابات، ويتم تسليم السلطة للحكومة المدنية المنتخبة. أيضا أوضحنا له بأن لا يوجد حل للمشكلة السودانية إلا بالتوافق بين القوى السياسية السودانية كلها، وأن الضرورة الآن الملحة للشعب السوداني هو وقف الحرب وإنهاء الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية الملحة والمتصاعدة الآن
هنالك شبه مجاعة الآن بيواجه مناطق دارفور المختلفة، بيواجه مناطق عديدة في السودان. فلذلك نحن أوضحنا له الكتلة الديمقراطية على الاستعداد التام للدخول في الحوار الشامل الذي لا يخصي أحد، وضرورة تنسيق وتوحيد الجهود الدولية والإقليمية وخاصة دول الجوار، دولة مصر وجنوب السودان ودول الجوار بصورة عامة. لا بد من إشراكهم في أي عملية مستقبلية، ولكن هي في النهاية القرار النهائي في هذا الأمر وهذا الشأن هو قرار سوداني سوداني. لا بد للسودانيين أن يجلسوا مع بعض وأن ينهوا المعاناة الذي يتعرض له الشعب السوداني، ولا بد للقوى السودانية، يجب للأحزاب والقوى السودانية وكل القوى السودانية أن يكونوا على قدر المسؤولية وأن يتخذوا القرار الشجاع الذي ينهي معاناة الشعب السوداني. طيب يا أستاذ نور الدايم، يمكن أنا داير أنطلق من حديثك حول الحل الحوار الشامل والحل السوداني السوداني الذي يقود الانتخابات حرة ديمقراطية يختار من خلال الشعب من يريد ليحكمه، لأسألك عن رأيكم في الحديث الأدلبيو الفريق أول ياسر العطا مساعد القائد العام للقوات المسلحة بالأمس حول تركيبة شاملة للحكم تبدأ من انتخاب لجان في الأحياء وتكوين برلمانات وانتخاب حكومات ولائية وصولا إلى انتخاب رئيس للجمهورية كخطوة أولى قبل كل شيء، ما رأيكم في هذا الحديث؟ والله نحن حقيقة لم نستلم أي موقف سياسي مطلوب من القوات المسلحة بما تحدث عنه السيد الفريق ياسر عطا مساعد القائد العام للقوات المسلحة، ولكن الآن البلد حقيقة بلد حش، الآن مسيطر عليها القوات المسلحة، وبالتالي ما لم يتفق القوى السياسية المدنية والأحزاب وغيرها القوات المسلحة بيتحدث أو بيطرح رؤيتها أو بيعمل كما هو بيرى، ولكن إلى حين يتفق القوى السياسية المسؤولية هي مسؤولية القوى السياسية. القوى السياسية ما لم تتفق، ما لم تجمع رؤيتها، ما لم تتخذ قرارها الاستراتيجي بأن تتولى العملية السياسية، يظل القوات المسلحة بيلعب دور ومسؤولة من حماية البلد وأمنه واستقراره إلى حين يتفق القوى السياسية ويطرح مشروعها. ما البديل الآن؟ هل البديل الكتلة الديمقراطية ولا البديل التقدم ولا بديل الكيانات السياسية الأخرى؟ وبالتالي هذه الرسائل كلها للقوى السياسية بأن تكون هي قدر المسؤولية وأن تتخذ قرارها وأن تتوحد نحو إنهاء الحرب والدخول في العملية السياسية لاستلام السلطة عبر الانتخابات كالعادة. الأستاذ نور الدايم طه القيادي بحركة تحرير السودان قيادة مناوي، شكرا جزيلا لك على تفضلك بالإجابة على أسئلتنا. شكرا لك.